مش ده؟ طب عشان احنا ندرس شابتر اسمه هيلث بروموشن، عشان اعمل بروموشن للانسان لازم افهم البيهافير بتاعه، افهم سلوك الانسان، يهمني ان انا افهم سلوك الانسان عشان اعمل كوميونيكيشن معاه، يهمني ان اعمل كوميونيكيشن معاه العلاقه بينه وبين البيشنت قايمه على كوميونيكيشن، عشان احسن البيشنت فيزيشيا ريليشن شيب او تستور دوت خرف ليفروسايتس زي سيشولوجي سايكولوجي انسوبولوجي، بدرسها عشان اعمل بروموشن للهيلث لانها تعتمد على فيزيشيا بيشنت ريليشن شيب. كان في مشكله؟ نخش على السؤال المهم واللي بيجي سنه وسنه لا ما جاش السنه اللي فاتت يبقى مش جاي السنه دي. والله السؤال مهم عن العمر بدري الهيلث بريف الهيلث ما عمره جاب مجال توقعوه يعني 2015 ماشي الهيلث بريف بصوا من اسمه كده يعني ايه هيلث بريف بودي من الجسم كده لو جالك انا في الامتحان انت بتذاكر اصلا هيلث بريف بودي هتفهم عاوز يتكلم عن ايه الاعتقادات الصحيه عند الناس ايه ده الاعتقادات الصحيه بالظبط كده الاعتقادات الصحيه عند الناس بس مش بالمصطلح ده اعتقاد الناس في الهيلث والديزيز يعني امتى اقول على نفسي انا هيلثي وامتى اقول على نفسي انا ديزيز انا بحس المرض ازاي والتاني بحس المرض ازاي ممكن يكون انا عندي تيومر ومتعايش معاه عادي مش اي مشكله واحد عنده دور برد ومكبر الدنيا وراح للدكتور ده بيفرق هنا وهنا مين البرسبشن في الناس انا استقبلت المرض ده ازاي وغير استعمل المرض ده ازاي فالهيلث بريف موديل بيدرس البرسبشن اوف هيلث النس بيدرس البرسبشن اوف هيلث اند النس استقبال الصحه واستقبال المرض يعني استقبال الصحه واستقبال المرض انا لما بتعب هروح للدكتور او اشوف الدكتور هروح للدكتور امتى لو في حاجه سيفير وسيريس ولا اي حاجه بسيطه او النص تمام الهيلث بريف موديل بيقول لك ان احنا كلنا سستمته ان حصل لنا النس اي واحد منهم عرض يجي له مرض هبدا احكم على المرض ده على حسب السيفيرتي بتاعته او ده لا ده مرض ده سيفير او سيفير او سيريس انف ان اعمل لي سيفير ايرنس كافي ان يدخلني في كومبليكيشن انا حسيت بالمرض هعمل ايه بعد كده هبدا اعمل هيلث ريليفيشن لازم احسن الصحه مثلا لو الكوبايه بتاع مذاكره هو نفس المثال بالظبط الاول انا ما كنتش حاسس ما فيش اي حاجه عادي نزل جدول الامتحان حسيت ان خلاص ده في مشكله فلازم مشكله يعني ايه لازم احس على كده وابدا اذاكر اللي هو الموتيفيشن اهو هنطبق الكلام ده على الهيلز كل واحد منا سيستور اللي يجيله النس او يجيله ديزيز كل واحد منا عرضه اللي يجيله ديزيز هبدا احكم على الديزيز ده او اروح للدكتور على حسب الديزيز ده كانت سيريس ولا نوت سيريس خلاص البرسيب او انا حسيت ان المرض ده سيريس انف ان يدخلني في سيفير كومبليكيشن فابدا يحصل لي حاجه اسمها هيلز موتيفيشن يعني ايه هيلز موتيفيشن؟ تحفيز ناحيه الصحه ان اعمل هيلز لايف ستايل ان اعمل هيلز دايت ان اروح للدكتور اكشن عشان ابين على الديزيز الهيلز موتيفيشن ده هتاثر بايه؟ يفرق ايه الانسان هنا عن الانسان هنا؟ العوامل اللي هنا والعوامل اللي هنا، ايه العوامل اللي هنا والعوامل اللي هنا؟ احيانا سايكولوجيكال النفسيه او الديموغرافيك. ازاي؟ انا عندي اسلام عنده 50 سنه تمام؟ ومحمود عنده 24 سنه، الاثنين حاسته بشيست بين تمام؟ بس اسلام شويه شيست بين معدل، لكن محمود حاسس بشيست بين معاه طول اليوم وبيأثر على احواله اليوميه على الديلي اكتيفيتيز تمام؟ فايه اللي هيأثر هنا وايه اللي هيأثر هنا؟ اسلام عادي راجل كبير وجهاد وبتاع طبيعي لكن محمود يقول لا ده ماين ايج واحد سن العمر صح؟ ولا اصلا سموكر ما ده وطالب في طب عمال يذاكر وبعدين حوار تبع الكليه عايش ستريس فول لايف كل دي ريسك فاكتور ان يجي لي كارديو فاسكولار ديزيز صح كده؟ فبالتالي ده ده مش هاخد هيلث ديفيشن خلاص هيعدي الموضوع وهكبر دماغه لكن ده هيعمل هيلث ديفيشن لازم اروح اكشف ليه؟ لانه اكتشف ان عنده ديموغرافيك وسايكولوجيكال فاكتور بتاثر في الديزيز فين السايكولوجيكال فاكتور؟ انه عايش ستريس فول لايف صح؟ فين الديموغرافيك؟ انه ميل كونه ميل هو سستمته اللي كان فاكتور ديزيز كونه ميدل ايج ده الايج اهو كونه سموكر مش الحاجات دي كلها ديموغرافيك فاكتورز وانه عايش ستريس فول لايف دي سايكولوجيكال فاكتور ولكن الانسان بقى بيحس ان في مرض يبدا يحصل هيلث موديفيشن الهيلث موديفيشن ده بتاثر بالديموغرافيك والسايكولوجيكال بلد في مشكله؟ طيب هو خلاص لحد دلوقتي اقتنع ان اروح للدكتور
او هيحسن او يلعب رياضه او يبطل تدخين. بدا يبطل تدخين؟ بطل فعلا؟ ابدا. نبدا في حاجه اسمها كوز تو اكشن، يعني فعلا ياخد القرار وينفذه. الكوز اكشن ده لو جاي لا اما ادفايس من الدكتور، لا ما راحش فالدكتور قال لا انت عندك الحياه كلها فلازم تبطل تدخين، كوز اكشن يبدا يخش الاكشن، يعمل اكشن تنفيذ القرار نفسه. تمام؟ نروح للدكتور، فالدكتور قال لا انت بتدخن وعايش تسيبه خلاص، لازم تقلل الحاجات دي، لازم تبطل تدخين، لازم تقلل الاستريس اللي انت فيه. تمام؟ او واحد زوجه نصحه. فالكوز اكشن دي انه ينفذ القرار تبقى جايه من نصيحه من الدكتور او نصيحه من فريند. ناخد مثال عشان ما نتغلطش. لسه سامع لكم واحد حاسس بشيست بين، لكن عمل ايه؟ انه يحس بشيست بين ده ايه؟ برسبشن اوف الس، بدا يحس ان في مرض، برسبشن اوف الس. تمام؟ الشيست بين ده بقى سبير اللي بتاثر على الديلي اكتيفيتيز، مش عارف يقوم بالحياه اليوميه اللي بيقوم بيها، ده عمل ايه؟ ها؟ خليه ياخد خطوه. ده ايه؟ الاول انا حسيت بشويه شيست بين، شويه وجع في صدري، ده كده برسبشن اوف الس، انا مريض، انا عندي مرض، عندي سيمتوم، عندي عرض ما. بدا السيمتومز ده او الشيست بين ده ياثر على حياتي اليوميه، مش عارف المدرسه، مش عارف اذاكر، مش عارف شغلي، ده ايه؟ بقى سيريوس، بس سيريوس بدا يحس بخطوره المرض، صح؟ طيب بعد كده بدا يحصل هيلث انفيشن، اللي هو ايه؟ لا لازم اروح اكشف، لازم استشير الدكتور، لازم اسال واحد زميلي. الهيلث انفيشن ده هيتاثر بيه السيكولوجيكال والديموكراتيك السيكولوجيكال. في واحد موسوس ساعه ما يحس بالشيست بين ده، في واحد خلاص هيكبر مخه، يعني مش هيتمرض وهيتعب شويه تعب وهيروح، من اللي بدا ضد الدكتور ودي ما عداش ضد الدكتور السيكولوجيكال، صح؟ واحد ديموغرافيك، لا ده انا واحد في سن الشباب وبدخن، فممكن عندي كارديوفاسكولار، مش طبيعي ان يجي لي شيست بين، لكن واحد تاني كبير وقت عادي، راجل كبير ومع السن لازم يجي لي شيست بين، فطبيعي. فده ديموغرافيك، لا فيحصل يبدا يبدا يحصل هيلث انفيشن بناء على سيكولوجيكال وديموغرافيك فانك. تمام؟ وبعد دول يبدا يحصل اكشن، اللي هو كوست اكشن. ده بقى جاي منين؟ مين اللي خلاه ده يروح للدكتور او يبطل تدخين او يعمل هيلث لايف ستايل او يلعب رياضه؟ يا اما دكتور مصحى ولا حد مصحى، يا اما دكتور ادفايس من فين، يا اما ادفايس من دكتور. في مشكله؟ ده لازم يكون الدكتور راجل. ده بيك سؤال؟ بيك سؤال. بيك سؤال ملوش لازمه. ما تمسكش فيه حاجه. لو جه سؤال، لو جه سؤال هنكتب الكلام اللي فوق طبيعي خالص، لا شرح، وهبدا اعده بالمثال. هيلث بريف ميدل هو اكسبليت البيبول بيرسبشن الالس. استقبال كل واحد للمرض وبعدين البيهيفير بتاعته هو الالس ده، هكشف ولا مش هكشف؟ هروح للدكتور ولا مش هروح للدكتور؟ هعالج نفسي ولا هروح اعالج اي حد تاني؟ يبقى اول حاجه نوصف البيرسبشن اوف الالس. ويبقى احنا كلنا سسبتبل ان احنا نسافر نوم سيرت الالس، كل واحد منا معرض يجيله اي مرض. خلاص؟ وبعدين هبدا احس بخطوره المرض ده وانه سيفير انف ان دخلني في سيريس الالس او سيريس كومبليكيشن. خلاص حسيت ان بيرسبشن اوف ديزيز وبسيبش في السيريس ليست، بدا يحصل هيلث انفيشن. هيلث انفيشن ده بتغير بيه او بتاثر بيه الديموغرافيك والسيكولوجيكال بدا. ها مشكلة؟ وبعدين عدوا في النص بدا يحصل كيوز تو اكشن، بدا ياخد قرار، بدا ينفذ حاجه جديده ناحيه او ترد مين؟ الهيلث، بناء على ادفايز من فريند او ادفايز من دكتور. الجمله اللي قبل كده بيقول لك ان الموتيفيشن ده بتاثر بالبنفيت والبارين. قلتها المره اللي فاتت، حد فاكر؟ فين دي؟ زي ايه؟ ما انا كل اصحابي بيدخنوا ها وعايشين حياتهم عادي وبيكبروا في السن ومش عارفه ايه بالظبط كده. الاول انا حسيت بشيست بين. شيست بين ده اللي هو ايه؟ برسبشن فيلمز، صح؟ انا مريض، انا عندي سيريوس، هتمشى معاه لحد ما يبقى سيريوس. بيرسبشن اوف سيريوسنس او بيرسبشن اوف سيديرتي اللي هو ايه؟ بيأثر في الديلي اكتيفيتيز. ها؟ صح كده؟ لا خلاص لازم احصل بقى هيلث انفيشن، لازم اخد بالي من صحتي. اللي هو هروح للدكتور، هلعب رياضه، ايا كان. الهيلث انفيشن ده او القرار ده هيتأثر بيه؟ حاجتين، ديموغرافيك وسيكولوجيكال. تمام؟ خلاص انا اقتنعت ان انا لازم العب رياضه، لازم اغير حياتي، لازم ابطل تدخين. اللي بطل تدخين ده او ان انا العب رياضه، في حاجات معايا وفي حاجات ضدي. ايه الحاجات اللي معايا؟ انا لو بطل تدخين صحتي هتبقى احسن. هحسن الهيلث، صح؟ هضيع البين ده. ايه البارير؟ ان انا الشله بتاعتي كلهم بدخن، عاوز العب رياضه بس مفيش وقت مفيش فلوس. فدي كلها بارير ضد ان احسن الهيلث، ان
هيلث لايف ستايل. تمام؟ وبعدين انا لسه لحد دلوقتي بوازن ما بين ايه؟ البنفيت والبارير. هغير ولا مش هغير؟ هعدي الباريرز دي عشان استفيد البنفيت ولا البنفيت دي اقل من اعديها البارير دي؟ مين فيهم اكتر من مين؟ تمام؟ مين اللي هيحكم القرار ده؟ قول من الاول. حاضر. طب ركز. الهيلث بريف وليدز ازاي الناس بتتعامل مع المرض، ازاي الناس بتحس بالمرض. تمام. اول حاجه ان انا حاسس بشست بين، مثال برضه اللي عندكم ان احس بشست بين ده ايه؟ ان حد يحس بوجع في صدره ايه؟ بيرسبشن اوف اليس، صح؟ بدا يحس بالمرض. بيرسبشن اوف اليس، انا مريض، انا عندي عرض، انا غير محمود، انا ما بقاش كويس، انا عندي شست بين. تمام. شست بين ده هنفترض ان حد بيبقى سيفير او يبقى سيريس او يأثر على الديلي اكتيفيتيز، خلاص ماشي اقوم في حياتي ماشي هفتح كليه بسبب الشيست بين ده، كده بيرسبشن اوف سيريسنس بالخطوره، كده بيرسبشن بعدين نحس بخطورته او سيريسنس او بالسيفيرتي. تمام. لما احس بخطورته هقول لنفسي لازم اضيع المرض ده، هبدا احسن حاجه اسمها هيلث موديليشن. وكان السيفيرتي بتاعت الديزيز كل ما كان المرض خطير كل ما يحفزني اروح لدكتور او نكشف بدري. فاهمين؟ بدليل ان انا في الاول خلاص عملت ريسبشن للالبس، شويه شيست بين هيعدي. بعد شويه لا ده المرض بقى سيفير، بقى سيريسنس، بقى بيأثر على حياتي اليوميه، فعملت ريسبشن للسيريسنس. مجرد ان عملت ريسبشن للسيريسنس والمرض بقى خطير هيبدا يحصل هيلث موديليشن، كان يطلع نزع من جوايا يحفزني ناحيه الهيلث، لازم تكشف، المرض ده سبب التخين، لازم تبطل تخين، لازم تلعب رياضه. فده اسمه هيلث موديليشن. موديليشن ده هيتأثر بحاجتين، سايكولوجيكال وديموغرافيك. احنا الاثنين لما حد منا بيجيله مرض، واحد بيخش بدري واحد ما بيكشفش، واحد بيكشف بدري واحد بيعالج نفسه، واحد بيكشف بدري واحد بيساعد زميله. ده بتاثر على مين؟ حسب سايكولوجيكال، واحد مؤثر واحد مش مؤثر، واحد حاول صحته واحد مكبر دماغه. ده سايكولوجيكال. تاني حاجه الديموغرافيك. يعني ايه الديموغرافيك؟ ها؟ ايه؟ يعني ايه الديموغرافيك؟ يعني زي ايه؟ والايه والمكان كل حاجه خليك تقرا الجغرافيا. هل لو واحد كبير بيتعب، لما طفل صغير بيتعب، لو انتوا عندكم في البيت اثنين تعبانين، طفل صغير عنده شهر وواحد كان عنده 20 سنه، مين هيعمل الاول؟ عنده شهر. يبقى الجغرافيا الايج نفسه بيأثر ولا ما بيأثرش؟ بيأثر. لو عندنا اثنين في البيت تعبانين، الراجل ومراته، مين بيكشف الاول؟ مراته. طبعا ليه؟ لان هو الفيمين ده بحقيقه، لان الفيمين دايما، لا مش بطل، لان الفيمين دايما مؤسسي. لا ما بيستحملوش، اقصد ده حقيقه والله، دي مش حاجه عيب، ده حاجه حلوه، ده حقيقه. فالفيمين ده ما تفرقش. انا عندي دعوه انا هموت بالظبط كده. ايوه بقى والحالي ونفس المهم عليا، مفيش حاجه اسمها محمد محمود بيضحك عليك. العلم انفع انفع تاني. واحد بقول لك تروح عندي العلم نفع الكلام ده غلط. ما تخلوش في الحصه، ما تخلوش في الحصه. يلا اول حاجه حسيت بشيست بين، ده بس مش هخاف الس. بدات الشيست بين بسيرس او زبير او ياثر على الدري اكتيفيتي، ده بس مش هخاف سيريسنس. مجرد ما بقى سيريسنس بدا يحصل لي هيلث موديليشن، تحفيز ناحيه ان اروح اكشف ان احسن صحتي. لازم الفيديو ده بيأثر فيه السايكولوجيكال والديموغرافيك. تمام؟ هبدا اعمل هيلث موديليشن، هلاقي قدامي حاجتين، هلاقي قدامي بنفيت وهلاقي قدامي بارير. ايه هي البنفيت؟ الحاجات اللي لما اغير الهيلث دي هيعود عليا ان المرض ده يروح، يقلل البين، ان صحتي تبقى احسن، ان اعرف اروح شغلي، هعرف اذاكر، هعرف اركز. دي كده بنفيت، دي حاجات كويسه للهيلث موديليشن، للقرار اللي خدته. هلاقي قدامي بارير، ايه البارير؟ عاوز اروح بس معيش فلوس، عاوز اعمل دايت بس بحب الاكل، دي كلها بايظ. فابدا بقى اوازن، هل فعلا هستغنى عن الاكل عشان ما طيب، ولا الاكل هيبقى يضغط عليا؟ هل فعلا هبطل سجاير عشان صحتي تبقى احسن، ولا زمايلي هيضغطوا عليا؟ مين اللي هيفصل الموضوع ده؟ اديني نصيحه من دكتور او من زميل ادفايز، تمشي ناحيه البارير او تمشي ناحيه البارير البنفيت. دكتور نصحك لا لازم تبطل سجاير ومالهاش لازمه، خلاص هتمشي ناحيتها. واحد زي يا عم كلنا بنشرب سجاير ومش فارقه هشرب سجاير. بيجي ادفايس من يا اما دكتور يا اما من فريند، ماشيين ناحيه البنفيت يا اما ناحيه البارير. الادفايس بنسميها كيوست اكشن، لكنها محفز للاكشن.
المحفز ان خلاص بقى مش قرار ناخد قرار ان ننفذ القرار صح هبطل او مش هبطل ها في مشكله يا نصيحه مشيت ناحيه الباب ازاي ده ان انت قلت النصيحه مشيت ما نصيحه نيجاتيف وبوست في نصيحه سلبيه وصح نصيحه ايجابيه انا لو بفتح حسابنا ما يذاكرش هبطل عليه هم 60 70 سنه اللي عايشينه في الدنيا بالظبط الدخان يا عم مش عارف والله في حاجه واحد يا ابني حاجه بس ما عارف انا بقول لك قلب على صدرك يلا والله كده يلا الكلام ده مش وحم والله يلا اي ديزيز في الدنيا بيمر بشهر مراحل ايه هما اول حاجه ما اتعرض دي ليش ما تلفش صعب يعني تفشل في عمق الفيكشن فبالتالي ريسك انا في المستشفى واتعرضت لواحد عنده منجايتس هل جالي منجايتس بس اتعرضت نفس الفكره ما اتعرضتش تمام انا واحد بدخن هل جالي فاتو بوست ديزيز ما جاليش بس بعد شويه هيجي لي نفس خلاص وبعد كده يبدا يحصل البري سيمتوماتيك اللي هو عندي المرض بس ما فيش سيمتوم ما فيش طيب لو شفت عندي هتلاقي عندي الفيروس بس عندي سيمتوم ما عنديش اللي هي بنسميها الكيوبشن فيليو تمام بنكتشفها ازاي دي؟ بالسكريننج بيسموها السكريننج فيليو يبقى اول حاجه الريسك فيليو الفتره اللي بتعرض ده للريسك بعد كده السكريننج اللي هي البري سيمتوماتيك يبقى الفتره اللي فيها الان اس موجود بس ما فيش سيمتوم صح بعد شويه تبدا سيمتوماتيك تبدا يحصل سيمتوم صح بعد شويه كومبليكيشن يعني ايه كومبليكيشن؟ فيلير او بريك داون للبادي اورجن او صفحه في مالك خالص وبعد كده هيحصل بس يبقى مراحل اي هيلث بروبلم اي ديس في الدنيا ريسك فاكتور وبعدين سكريننج اللي هي البري سيمتوماتيك تو ريسكو سيمبل سيمتوماتيك وبعدين سيمتوماتيك لو سبتها شويه هتقلب كومبليكيشن لو سبتها شويه هتقلب بدس اول حاجه حسيت بوجع قلت ريسبشن الالنس وجع بقى شديد بقى ريسبشن للسيرفس بتحس ان المرض خطير لازم اعدي الحياه لازم اعدي الحاجه دي للسيرفس ديفيشن هتاثر بالديموغرافيك والسايكولوجيكال باريير هبدا افكر في البنفيت والباريير هستفيد ايه لما العب رياضه وايه العوائق اللي ما تخليش العب رياضه تمام هبدا اجي واحد يحكم الجلد او يشجعني نلعب او ما العبش اسميها كيوز دكشن ها في مشكله نفس الكلام قالوا بطريقه ثانيه انا عشان احسن او اغير سلوك من واحد ما بيذاكرش لواحد بيذاكر من واحد ما بيدخن لواحد ما بيدخنش مش ده هيلس او بيفر تشينج غيرت سلوك فمر شهر مراحل ايه هما اول حاجه ما تفكرش اصلا فاكر بس كده انا عندي امتحان شهر واحد من اسمه 16 هل الامتحان شاغلني؟ هل انا فعلا دلوقتي في نيدي ان اغير البيهيفير؟ مفيش فده بسميها البري كونتمبليشن كونتمبليشن يعني تفكير تفكر في التفكير او سنكنج مرحله بفكر التفكير انا اصلا ما فكرتش الموضوع مش في دماغي ها خلاص بقينا في شهر واحد والجدول نزل وفاضل 10 ايام على الامتحان هبدا اقول ايه؟ خلاص بقى في امتحان هبدا افكر ان ابدا افكر دي بس في ناس ما بتفكرش عادي ناس بتفكر طالعه من الاكل ان ابدا افكر دي اسميها كونتمبليشن يبقى اول حاجه ما بفكرش مفيش نيد ان اغير مش محتاج ان اغير لسه بدري دي اسمها بري كونتمبليشن انا بدخن بس لا بكح ولا عندي مشاكل ولا عندي مشاكل في القلب التدخين في دماغي فرق معايا علاقه بالتدخين مفيش هبدا افكر امتى لما يجي لي مرض بلا جيش استبين قلت الدكتور قال لازم تدخن تدخين مصر على رئتين هعمل ايه؟ هبدا افكر بقى ابطل ولا ما ابطلش؟ ها؟ في مشكله؟ هاجي بقى للتفكير بعد ما افكر يا نهار اسود ده الامتحان جه وبعد 10 ايام لا ده لازم اذاكر لازم اذاكر دي خدت على نفسي عهد ان اذاكر صح؟ خدت على نفسي عهد ان اغير السلوك ده كوميتمنت ده الكلام ده فين؟ في الكليه بلاش مواصلات لازم اذاكر اروح البيت مصر الاهلي ومصر هعمل ايه؟ هتفرج على الماتش هل انا بدات اذاكر؟ خدت اكشن؟ ما خدتش اكشن يبقى انا عندي ثلاثه لازم يحصلوا اول حاجه البريك كونتمبليشن ثم الكونتمبليشن ثم الكومبليمنت انا ما بفكرش اصلا ما فيش نيد ان اغير بيب التدخين مش مؤثر عليا المذاكره انا بذاكر عادي بس لسه امتحان بدري عليه بدري ما فيش اصلا ما فيش تفكير مش محتاج اغير بعد شويه هبدا افكر سنتين الامتحان قرب انا ما ذاكرتش التدخين بقيت اكل حقوق الدكتور جديد لازم ابطل تدخين تمام لازم ابطل التدخين دي لازم اذاكر كلمه لازم اذاكر دي ده كلمه معاهده كومبليمنت هل انا بدات اذاكر؟ ابدا انا خدت الكومتمنت هبدا احصل بعدها اكشن اللي هو هبدا اذاكر بقى فعلا ابدا اغير البيهيفير
ابدا العب رياضه فعلا تمام. خدت الاكشن ده اول حاجه في اولها تبقى صعب اي حاجه تجيلك ولا صعب طبيعي ان هيك صعب ريلابس. يعني ايه ريلابس؟ بلوغ المرض انتكاسه لو المرض رد عليه تاني وعدم مذاكره المرض والله العظيم مرض خلاص كده هيحصل ريلابس. بعد نص ساعة اللي بعد نص ساعة اللي بتكسر بعد نص ساعة يلا بقول لك أي حد في الدنيا عاوز يغير الهيبر بتاعه لازم هيحصل له لابس. مفيش حد بيغير الهيبر من أول مرة تمام. فلما يحصل لابس لازم ترجع تعيد السايكل من أول تاني اللي هو إيه؟ هبدأ أفكر وبعدين أحط كومتمنت وبعدين ابدا اكشن ابدا افكر في نص ساعه وابدا اذاكر خمس دقايق واوصل لنفس الدقايق ما تقلقش واعمل جدول بس انا هتوصل يا احمد ما تعملش ايه ده يلا. يبقى اول حاجه بري كونتمبليشن ثم كونتمبليشن بدات افكر في المشكله بدات افكر في المشكله والامتحان قرب لازم اذاكر. كلمه لازم دي يعني عهد على نفسي لازم اذاكر كومتمنت. هل بدات اذاكر؟ هل غير حاجه؟ هل ما حددتش كلام؟ ان ابدا اغير واذاكر فعلا ده اسمه اكشن. لحد هنا لو بعده لازم هيحصل بالترتيب ما ينفعش واحده تحصل من غير الثانيه. المرحلتين الجايين واحده بس اللي هتحصل. لما يحصل لابس لما يحصل اكزت اكزت منين؟ من مرحله الفشل او سلمت التفصيل. وكان الموضوع ده سايكلينج بري كونتمبليشن ثم كونتمبليشن ثم كومتمنت ثم اكشن. الاكشن ده لما يحصل لابس وابدا اعيد تاني الموضوع لما يحصل اكزت خالص. مشكلة؟ يبقى اول حاجه بريكو انت مش عارف بريكو انت شايف مفيش نيد ان اغير. كاتب لك ايه؟ نو اويرنس اوف نيد تو تشينج. مفيش ان انا اصلا نغير ما غيرش دماغي. نو ديفيجن تو تشينج لسه مش عارف نفس موتيفيشن. ها وبعدين كونتمبليشن مرحله السينكينج اباوت تشينج كده دي بس وخلاص. وبعدين كومتمنت ان هو ياخد سيريس ديزيجن تو تشينج ياخد قرار بس. هل بقى ينفذ حاجه؟ ما نفذش. بعدين مرحله الاكشن اللي هي بيجن تو تشينج. المشكله لما يحصل له حاجتين لما يحصل له لابس لما يحصل له اكزت. قبل ما يحصل لابس بس حاجه اسمها مينتنس. يعني مينتنس؟ نفس ساعه انت بتقعد تذاكر فيها. لا يعني مينتنس يعني مينتنس لا قبل ما يحصل لابس قبل ما اسيب الكتاب واخر على الماتش بيحصل ايه؟ شويه تأمين تأمين ضمير كده اللي هي المقاومة اهو لعيب عمره كوره اهو هروح وفي الاخر هروح ما كانش هروح اللي هي مرحلة المقاومة. مرحلة التفكير دي فالمنتنس اللي هي الفترة ما قبل الريلابس اللي هو طب هسيب المذاكرة واقف على الماتش ولا ما اتفرجش على الماتش. دي مرحلة اللي هي استراجل تو ايه؟ مكتوب ايه؟ استراجل دي يعني مقاومة بيقاوم عشان يمنتين اللي تشجع عشان يحافظ على الاكشن اللي هو خده عشان ما يقومش على الكتاب. انت مقاومه والله الله يتعوض. اه والله انت قلت لي الخطوات بس انا مش عارف اغير ازاي اعمل ايه يعني. انت قلت لي انت اصلا غير ليه اعمل الصح لو رايت يلا ها يبقى ايه الستيج اللي بمشي فيها عشان اعمل تشينج البيهافير سبعه. اول واحده يلا قول بريكونتمبليشن. يعني بريكونتمبليشن نو نيد الشخص ما عندوش نو اورنس تو تشينج بالظبط كده. ما بفكرش اصلا الموضوع نو اورنس اوف تشينج نو موتيفيشن تو تشينج ما عندوش اي محفز انه يغير. وبعدين دكتور يعني كونتمبليشن يبدا سينكل يفكر بعد كده كوميتمنت كوميتمنت يعني بقى ياخد سيريس ديسيجن تو تشينج ياخد قرار انه يغير تعالى على نفسه انه يغير. بدا يتغير يبقى اسمه اكشن. يعني اكشن بيجينينج اوف التشينج. بدا يغير هيحصل له مينتنس. يعني مينتنس بيستراجل بيقاوم عشان يكمل بيقاوم دي يا اما ينجح فيقاوم فيعمل اكزت. يعني ايه اكزت؟ اكزت منين؟ من مرحله الفشل اللي قبل كده اللي بيجر القديم يا اما يحصل له اللابس. مش لا بكون عندكم دايما في الريلاكس وفي الاكزت حاجه اسمها الريفولفنج دور. يعني الريفولفنج دور حاجة اسمها الجولد دور الباب اللي هو بيتلاقي اللي هو في المطار. ايوه بس وكأن الموضوع ده سايكل. الباب عمال مفتوح لا ساعات مقفول ساعات مفتوح لا تعدي منه لا ما تعديش.
هي بتحصل اكزت من الريفرف الجدول تطلع خالص كلام تعبير الكوميتر لما بيحب ايه بقى تلف بقى يعبر يعني لما تطلع بالظبط كده دكتوره صفاء لما تطلع لما تطلعش تطلع كلام سامي والله. طيب الالنس بيهيفير انا لحد دلوقتي كنت بتكلم نعمل تشينج للبيهيفير ايا كان البيهيفير بيفر ده واحد مش عاوز يذاكر واحد بيدخن مش عاوز يدخن حاجه لها علاقه بالالنس وحاجه لها علاقه بالالنس هنا ناخد علاقه للالنس سلوك الانسان ناحيه المرض انتوا كده بتعرفوا سلوك الانسان ناحيه المرض يلا بلاقي الناس اول بلاقي راجل امسك دي بس على اللي على الكتراب الناس act differently toward the illness نفس الكلام عنده تاني الناس بتتعامل بطريقه مختلفه ناحيه المرض واحد بيتعب فيروح للدكتور بدري واحد بيتعب فيعمل سيلف ميديكيتد يعالج نفسه هو عارف ما يبروف هو عارف ما يبروف كده وخلاص واحد بيتعب فيروح للدكتور متاخر يعني الدرب يعني ها هقول لكم دلوقتي يبقى البيبل اكت ديفرنتلي ان فرونت اوف سيمبتوم سام فيل تروح للدكتور ناس ما بتروحش خالص في ناس بتروح ليت على ان المرض سيمبتوم في ناس بتروح بدري على تريفيال او ماينور سيمبتوم على حاجه مش مستاهله حاجه بسيطه وبنات اكت ديفرنت اجينست السيمبتوم ناس ما بتروحش للدكتور خالص وناس بتروح متاخر مع ان المرض سيريس خطير وناس بتروح بدري على حاجه حبه بقولك عشان كده انت دكتور كدكتور لازم تفهم الناس ما بتروحش للدكاتره ليه تبقى فاهم بيهيفير بتاع العيان ليه فاكرتنا موضوع الفاميلي ميديسن هو مسؤول عن كل واحد عن الاسره قلت لكم ايامها البيهيفير بيختلف في ناس بتروح له فهو مش هيسال فيها في ناس ما بتروحش لما كنت تعبان قوي فهو ده هيتابعها كل فتره لازم تكون درس البيهيفير عشان الكلام ده انت كدكتور لازم تكون فاهم اللي قدامك ده اللي انت مسؤول عنه البيهيفير ده ناحيه المرض ايه لو تعب هيجي لك ولا هيطنش لو هيجي لك انت هتطنشه ما هو كده هيجي لك لكن لو الادوار ده في النوع اللي بيستحمل النوع اللي ما بيحبش الدكاتره انت لازم كل شويه تسال عليه كل شويه تتابعه من نفسك ليه لانه عنده مرض مش هيجيلك تمام ولكن بعض الاسباب الناس ما تروحش للدكاتره ان الدكاتره باد بهير بدري وصلتوا اباوت ماينر كومبري تروح للعيان تشوف شو صداع يقول لك يا عم ده صداع ايه عايز اصداع ده اصداع مع ان كل اللي ده ورا حاجه سيريس فبتضايق بتاثر ديجريتلي على البيشنت على الكلاينت بتاعك لو بعد كده هيبقى عنده حاجه سيرس مش هيبدا يجي لك ليه؟ ما انت كل مره بيجي لك مش هيعمل حاجه حبه كل مره بيجي لك بتتعامل معاه على مهما يقدر السيمبتوم على حاجه مش مستاهله لو عنده حاجه سيرس مش هيجي لك ده سبب من اسباب الناس ما تروحش الدكاتره ها مشكله؟ ولكن التو فيلز بيأثروا على الهيلث ايه هم التو فيلز؟ ويهتم ها انك تهتم او ما تهتمش انك تهتم قوي بالعيان ده هيأثر عليه برضه نيجاتيفلي انك تهمل اول عيان هيأثر على البيشنت برضه نيجاتيف ازاي؟ ان العيان يجي لك مش من ماينور سيمبتوم وانت تعديها كل مره يجي لك بصداع يا عم ده صداع الحقيقه هبدا في الدور سكت وخلاص ما فيش اي حاجه بعد كده مش هيجي لك ان العيان يجي لك مش هات بس نوترايز مش فحوصات واشعه وتيك اب كامل مش هيجي لك فاهمين؟ فانك تكبر الموضوع اول عيان على ماينور سيمبتوم مش هيجي لك وانك تصغر الموضوع اول عيان على ميجر سيمبتوم برضه مش هيجي لك فبلا تهول قوي ولا تقلل الموضوع الكلام ده في دور ده مش هنحفظه مش هتحفظ قرايه بس كده خلاص بقول لك كل اسبوعين 75% من الناس من البشر بيحسوا بسيمبتوم كل اسبوعين 75% من البشر بيحسوا بسيمبتومز واحد بيقول صداع واحد عنده زغل اي سيمبتوم اي مرض اي عرض اي مرض تمام تلتهم مش هيعمل حاجه هكبر مخه التلت التاني هيعمل سيمبتوم ميديكيت يروح علاج نفسه مصدريه وخلاص التلت التالت هيروح للدكاتره يبقى كل اسبوعين 75% من الناس بيجي لهم سيمبتوم بيعملوا ديسبشن لسيمبتوم التالت هيعمل نصب بيعمل اي حاجه التالت التاني سيلف ميديكيشن التالت التالت هيروح للدكتور كونسلت ها مشكله في بقى مشكله الناس بتسي فممكن اصلا مش كل الناس اللي يجيلها مرض او بتحس بسيمبتوم بتروح للدكتور الكلام كله راجع مش اي لازمه البيبل اكت ديفرنت اجينست symptoms بعضهم بيروح على minor symptoms بعضهم ما بيروحش مع انه عنده major symptoms تمام لكن الناس ما بتروحش للدكاتره الدكاتره بيهيف بدلي اجينست minor symptoms لما حد بيروح لواحد وعنده minor symptoms الدكتور كانه بيهزقه يروح بيستهيل بيه تمام
البوغس فيلينج اثروا انك تتعامل بحرص شديد قوي او انك تتعامل بتحول بسيط قوي. ولا كل اسبوعين 75% من الناس بتحس بسيمبتوم، تلتهم ما بيعملش حاجه، تلتهم سيلف ميديكيتد، تلتهم بيروح الدكتور. الكلام كله راح. مشكلة؟ السؤال بعد كده خد بالكم من راس السؤال. بيقول لك ايه؟ اكسبيرينس سيمبتوم مي بي بريزنتد اس فول. الدكتور ده بالعربي هعرف ازاي انا كشخص عادي مش دكتور هعرف ازاي انا عندي سيمبتوم ان انا عندي مرض. بالبادي فانكشن عارف البادي فانكشن بتاعته، فلما يحصل لها اي مشكله هيبدا يحس بسمبتوم. لكن لو واحد تاني مش اوير بالبادي فانكشن لو اتغير تفرق معاه؟ هو في ناس مش اوير بالبادي فانكشن؟ ها؟ في ناس مش اوير بالبادي فانكشن؟ ازاي ها؟ العيال الصغيره؟ مين تاني؟ المنتال ريتارد. فبالتالي تلاقي واحد منتر ريتاردد وماشي عيونه عمال تنزل بس تشارج هو حاسس فرق معاه، وده عمال تنزل مخبوط وراسه مفتوحه مش فرق معاه. منتر ريتاردد او العيال الصغير او الناس اللي ايديك بس الناس اللي يعني نسبه الاومياء عندهم عاليه قوي، الناس اللي مش حاسه بالبادي فانكشن، فبالتالي ممكن يظهر له سيمبتوم هم عادي مش بيكبر دماغه. زي مثلا زي مثلا زي مثلا واحده حصل لها بريست ماس. بريست ماس ممكن تكون ممكن تكون من اول خالص نديول اي حاجه، ممكن يكون فيدروسي، ممكن يكون ابسس، ممكن يكون كانسر. صح؟ في واحده مش حاسه مش عارفه مش عارفه الفرق ما بين البريست نفسه والماس نفسها، ده تكشف مش هتكشف. واحده ثانيه لا بتعمل سيلف اكزامينشن بشكل الايماس وعارفه ان الماس البريست في ميل في سن كذا ده ممكن يكون كانسر، فهتروح انك تكون اوير اصلا بالبادي فانكشن وانك تعرف اي تغيرات بتحصل عليه وخطورتها، ده يؤدي الى انك تكشف. انك تعرف ان ده سيمبتوم ان ده مرض ان ده عرض. ها في مشكله؟ يبقى اول حاجه انك تكون اوير بالبادي فانكشن. تمام؟ انك تعمل انتربريتيشن ترجمه للسيمبتومز دي على انها مرض. بمعنى واحد ممكن يكون شخص صداع. الصداع ده ايه؟ سيمبتوم، وهو عمل بيرسبشن للسيمبتوم، عارف ان الطبيعي ما يكونش عنده صداع فجاله صداع، فواحد هيقول عادي من الاجهاد ماشي طول اليوم، واحد تاني يقول الصداع اتكرر ممكن يكون في مرض تاني، عندي اراء على السبب. انك تعمل انتربريتيشن للسيمبتومز، انك تترجم سيمبتومز دي انها ممكن تكون سيمبتوم لمرض تاني، مش مجرد سيمبتوم خلاص مش مجرد عرض. فاهمين؟ الانتربريتيشن دي هتختلف على حسب على حسب ثقافته. ها؟ ماشي، ايه تاني؟ المتعلم عارف البادي فانكشن. ايه تاني؟ كل الكلام ده انك اوير ولا مش اوير؟ حاجات في السيمبتوم نفسها الانتنسيتي او السيفيريتي او الفريكونس. واحد بيجيله صداع مره بس الصبح وهو ماشي، وواحد بيجيله صداع طول اليوم، وواحد بيجيله صداع خفيف، وواحد بيجيله صداع كبير شديد. فحسب الانتنسيتي والسيفيريتي والفريكونس والديوريشن، واحد بيجيله صداع 10 دقائق ويمشي، واحد بيجيله صداع ساعتين. فهل تعامل ده للهيديك ده هيبقى زي ده؟ ابدا. فاول حاجه تكون اوير بالبادي فانكشن، انك تحس ان الصداع ده ان الهيديك ده سيمبتوم لمرض. انا خلاص حسيت بالسيمبتوم نفسها، هبدا اعمل لها انتربريتيشن للالنس انها انديكيتور للالنس، انها سيمبتوم للالنس تاني، انها عرض لمرض هي في حد ذاتها مش مرض. هترجم الكلام ده بناء على ايه؟ على الانتنسيتي، على السيفيرتي، على الفريكونسي، على الديوريشن، على الفاميلاريتي والسيمبتومز. عادي ممكن يكون واحد عنده صداع شديد جدا بس هو مستحق عايش معاه ولا فرق معاه، واحد تاني شوف صداعها بدين وقلب الدين وعامل مشكله. اول حاجه الانتنسيتي ثم السيفيريتي والفريكوانسي والديوريشن والفاميلاريتي والسيمبتوم. انا متكيف وعايش مع السيمبتوم ده ولا مش عايش؟ ها مشكله؟ يبقى اول حاجه نعمل بيرسبشن للسيمبتوم. نفس الكلام، يعني بيرسبشن للسيمبتوم ان اكون اوير للبادي فانكشن، فبالتالي ابدا اكتشف اي سيمبتوم يظهر عليا. اكتشفت السيمبتوم ده هبدا اعمل انتربريتيشن. الانتربريتيشن دي هتبقى بناء على الانتنسيتي. ايه تاني؟ سيفيريتي. ايه تاني؟ الديوريشن، الفريكونسي. ايه تاني؟ الفاميلاريتي والسيمبتوم. واحد عنده صداع ومتعايش مع واحد عنده صداع بس خالص وقلب تاني. ها؟ تالت حاجه ان السيمبتوم ده يبدا يزيد، يبدا يبقى سيريس. لما السيمبتوم تبقى سيريس عملت ايه؟
عملت بعد بيرسبشن اوف سيرفيس موتيفيشن يعني عملت موتيفيشن ايه؟ هلتس. ها؟ للهيلث ان اعمل؟ اروح للدكتور تشيلتي في البيولوجي صح؟ فلما احس ان السيمتوم بقى اليفيتد بقى عالي هيبدا يحصل انلس بيهيفير. ايه انلس بيهيفير؟ اللي اروح للدكتور ده بطل ترخيم ده العربيات ده كله انلس بيهيفير. ها؟ يبقى اول حاجه ان اكون اعمل بيرسبشن للسيمتوم ازاي؟ ان اكون اوير لباي فانكشن. خلاص حسيت ان عندي سيمتوم هبدا اعمل لها انتربريتيشن. انت بتشتغل تعتمد على الانتنسيتي والسيفيريتي والديوريشن والفريكوانسي والفاميلاريتي ويز سيمبل. انا اتعايش مع السيمبل ولا مش عايش. بعد كده السيمبل تبدا تزيد تعمل برسبشن للسيرنسنس تقل الى هيلث موتيفيشن. فهيلث موتيفيشن يقل الى الهيلث بيهيفير لما تشينج شغلك. بقول لك ان البيشنت الواحد الشخص الواحد ممكن يحس بسيمتوم اكتر من مره في الاسبوع. يعني كل اسبوع كل اسبوع بحس بسيمتوم او اكتر. الاسبوع ده جالي دوخه وهيدك. الاسبوع ده جالي جاستروكوميتنج ونوزيا. بس بروح للدكتور من ثلاث اربع مرات كل سنه. فاهمين؟ يعني بحس بسيمتوم اربع مرات او اكتر في الشهر. بروح ثلاث اربع مرات في السنه. تمام؟ امسكوا بس. اول سؤال مهم في الجزئيه كلها سؤال ليه سؤال النظر ايه الموست امبورتانت فاريبل افكتنج الالنس بهبل ايه الحاجات اللي تخلي واحد يروح يكشف واحد ما يروحش يكشف اول حاجه الريبريشن اوف او فيزيبيليتي اوف سيمبتومز يعني ايه ان احس اصلا في سيمبتومز ان اشوف عندي فريكلي ماكس لو انا بنت ريتاردد هعملها ريكوجنيشن هتعرف على الحاجه دي مش عارف لو انا عيل صغير مش عارف لكن لو انا واحد كبير او قلت البادي فانكشن بتاعتي هبدا احس ان في سيمبتوم اول حاجه انك تكتشف اصلا في سيمبتوم ان اصلا ريكوجنيشن او فيزيبيلتي للسيمبتومز انا شايف في حاجه مش طبيعيه ها ماشي تاني حاجه قابلني النولج بتاعتي عن السيمبتومز دي لسه قايل لكم لسه قايل لكم بريست وفي ناس تمام عندي اثنين واحدة متعلمة فعارفة ان البريست نازلة ممكن يكون بريست كانسر ممكن يكون بريست ابسنت حاجة ما ينفعش اسكت عليها واحدة تانية الليتر مش متعلمة فبالتالي هتعمل الموضوع فلو انا عندي خلفية مسبقة عن السيمبتومز ده وان السيمبتومز ده ممكن يعمل لي سيفير كومبليكيشن او سيفير اليس هروح اكشف انا ما عنديش خلاص تمام واحد مثلا حاسس بشست بين ما الناس كلها بتحس بشست بين يروحوا يكشفوا لا لكن لو واحد دكتور حاسس بشست بين عارف مش سيبكم ده ممكن يكون من اول جير لحد ام اه صح فهرجش فالقابله من نولج عند المريض نفسه بتفرق يبقى اول حاجه ان احسن ريكوجنيشن ان احس اصلا ان شيست بين ان احس اصلا ان رجع مش قادر امشي عليها ان احس اصلا ان عندي كلكيعه غريبه ان اعمل ريكوجنيشن او فيزيبيلتي للسيمبتومز دي اول حاجه ثاني حاجه معرفتي انا عن السيمبتومز لو عندي خلفيه ان السيمبتوم ده هيعمل سيفير كومبليكيشن او ان ده لازم الدكتور يشوفه هروح اكشف لو عندي خلفيه حاجه بسيطه الناس ما بيجيلها صداع خلاص مش هروح مشكلة؟ بقول حاجة نعمل ريكوجنيشن للسيمبتومز. تاني حاجة يا فيبل نولج انا هديكم سؤال تحفظ الموضوع مش ما تسوقوش بالكم افهموا بس الكلام. نعمل ريكوجنيشن او فيزيبيلتي للسيمبتومز. تاني حاجة الافيبل نولج بتاعتي انا عن السيمبتومز دي. لو انا عندي معلومات سابقة او اكسبيرينس سابقة عن السيمبتومز دي. تالت حاجة السيرنس بتاعت السيمبتومز. السيمبتومز ده خطير سيفير البين ده شديد قوي ولا هستحمله عادي؟ الفريكونسي والبرزستنس الهيدك ده معايا مستمر طول اليوم ولا 10 دقايق ومشي؟ الهيدنج ده لما بيجي لي اتاك بيجي لي خمس دقايق ولا بيجي لي ساعتين؟ الهيدنج ده بيتكرر عليا مره او مرتين في اليوم ولا بيتكرر عليا خمس ست مرات في اليوم؟ يبقى اول حاجه سيريسنس ثم فريكونس والبرزستنس بتاعت السيمبتومز تمام؟ المرض ده مؤثر على الحياه اليوميه ديستربت او ديستربت الديلي اكتيفيتيز ولا لا؟ ماشي من عندي صداع بس بروح شغلي وبروح الكليه وبذاكر وبتاع وافضل عادي في السرير ما بتحركش اصلا مين اللي مشي الاول؟ اللي مؤثر على الحياه يبقى السيمبتوم دي مأثرة على حياتي ولا مش مأثرة؟ عشان الكلام هو رغم. حاول بس تمشي واحدة واحدة. يبقى أول حاجة ريكوجنيشن أو فيزيبيلتي للسيمبتومز. تاني حاجة النولج بتاعتي عن السيمبتومز أو الباست اكسبيرينس عن السيمبتومز. تالت حاجة السيريسنس أو السيفيرتي. المرض ده أو الصداع ده سيفير ولا نوت سيفير؟ وبعدين الفريكونسي. المرض ده بيجي لي مرة كل يوم ولا بيجي لي خمس مرات في اليوم؟ البرزيستنس مستمر معايا ولا بمشي؟
التقتها نفسها تيجي خمس دقايق ولا ساعتين، كل الحاجات دي تفرق. المرض ده اثر على الديلي اكتيفيتيز بتاعتي ولا مش مؤثر؟ معطلني مش عارف اشوف شغلي ولا مش رايق معاك؟ نفس الكلام بتاع الحياه لسه قالكم فوق هناك، الانتنسي والسيفيرتي والفريكوانسي والديوريشن، الكلام ده كله عندنا فين؟ قلت لكم فوق ايه تاني؟ جمله كمان كده قلتها؟ فوق في السيمتوم لسه قالكم الفاميلاريتي والسيمتومز. انا متعايش معاه ولا مش متعايش؟ عدلها في كلمه ثلاثه اسمها البيشنت تولرانس للسيمتومز. البيشنت ده مستحمل الوجع ده ولا مش مستحمل؟ في واحد عنده بين شديد جدا بس هو شديد شويه مستحمل عادي مش فارقه معاه، واحد ثاني بين بسيط بين بسيط قوي وقال لك الدنيا راحت للدكتور فالبيشنت تولرانس. اللي بص الصفحه هو السؤال لو حد يجيبه فوق هيجيب له ازاي؟ مش هيجيبه، لو هيجيب ده هيجيب ده مش هيجيب ولا هيجيب ده. رقم سبعه نيد فور ناير او نيد تو كومبيت ويز انس، حد فاهم يعني ايه؟ ده نايد يعني ينكر، محتاج انه ينكر المرض او محتاج انه يتعايش مع المرض يعني. ها انا مش عايزه اقلقهم عليا فانا بالظبط كده بالظبط، انا مش عاوز اقلق اهلي عليا، مش عايز اقلق مراتي عليا، فبالتالي هستحمل برضه ما بتكلمش، عاوز اضحك عشان ما اسمعش فلوس، فبالتالي لازم اتعايش مع المرض، لازم انكره، لازم اهمله كانه مش موجود لاي سبب بقى، مش عاوز اقلق الناس عليا، معيش فلوس، الدكتور بعيد، الجو متاخر، اي سبب، نيد تو تنايل او كوميت تو انس، هو غصب عنه لازم يتحمل، لازم تستحمل وتقعد ساكت. تمام؟ رقم 8 انتربريتيشن اوف سيمبتوم وانس ريكوجنايز، الجمله مش هتفهمكم، اللي بيقول لك هيفهمها. استجما يعني استجما؟ حياء مش الحياء، وصمة عار. كلمة استجما يعني وصمة عار، واحد عنده بواسير، ما بيكسرش وشك. هقول لولادي عندي بواسير، عادي يا عم ده مرض، لا. والله بجد واحد عنده ديبريشن عنده اكتئاب ومكسوف يروح يكشف عند دكتور نفسي، مش بيحصل؟ كلنا عندنا اكتئاب، كلنا عندنا دكتور نفسي، حد بيروح يكشف؟ ليه؟ يقول عليها هبل. يبقى اول حاجه نيد فور دنايل او نيد تو كوميت الاس، ليه؟ معوش فلوس، مش عايز يلاقي الناس، دكتور بعيد، جو متاخر، اي سبب يضطروا ان ما يروحش للدكتور غصب عني. تاني حاجه انتربريتيشن اوف سيمبتومز وانس ريكوجنايز استجما، يعني ايه؟ خايف الناس توصفه بوصمه عار. واحد مثلا عنده بايل توتر، واحد عامل كام دكتور نفسي وخايفه، فاهمين؟ واحده جميل وبتكسب تروح تكشف، مش بيحصل؟ في واحد تاني ما بيحبش الدكاتره، قال لي الدكتور بيقول لي كلام كبير ومجاعة اصلا ما بفهمش منه حاجه، ما بيفهمش الدكاتره، اندرستاندنج ها اوف هيلث رايت، هو ما بيحبش الدكاتره ما بيحبش يكشف، هو طبعته كده السايكولوجيكال فاريبل بتاعته كده، ما بيحبش التكتل. في سبب تالت ان الوحده بعيده، مفيش سيوتابل هيلث سيرفيس، الدكتور موجود مش شاطر، الوحده بعيده عليا قوي، هسافر ساعتين عشان اكشف مش رايح اكشف. يبقى اول حاجه ريكوبريشن او ديزابيلتي اوف سيمبتومز، تاني حاجه الافيلبل نولج بتاعته عن السيمبتومز ده، ان المرض ده خطير ممكن ياثر على ديزيز، وبعدين فريكونس والبرسيستنس والديوريشن والانتنسيتي والسيفيرتي بتاعت كلها بمعنى واحد، وبعدين ما اثر على حياتي ولا لا، اسرابت دي اكتيفز ولا مش اسرابت، ما عدي في السرير ولا مش ما عدي، ثالث حاجه هستحمله ولا مش مستحمله، واحد مستحمل ولا مش مستحمله، هما الاثنين عندهم نفس السيمبتوم وعندهم نفس الديجري، واحد مستحمل واحد مش مستحمل، البيشن تلخص. وبعد كده ها نيد فور دنايل او كومبيتوس ايلنس، ثم استجما، ثم اندرستاندنج الهيلث بروفايل، هو ما بيحبش الدكاتره، هو بيعمل كده ليه؟ نصابين، مش مقتنع بالدكاتره، خلاص ما تروحش. وبعدين؟ مفيش سيرت ابول هيلث كير سيرت، حد حفظه؟ طيب في جنب كده؟ وكده يعرف المرض؟ يعرف المرض؟ وخطرته؟ يعرف المرض وخطرته وتكرهه تحت مدمر حياته ومستحمل ناره. قول لسه لسه كتير، مدمر حياته ومستحمل ناره. تحته مفيش فلوس او خايف من جاره. يلا يا ولاد. تحته دكاتره معقده وروح للرجل عن بعد. ها
بلوبيك بلوبيك نعرف المرض واخترته وتكراره. سؤال مهم صمم مهم تحفظوه اتصالي فرق حفظوه ها مدمر حياته ومستحمل نار مفيش فلوس او خايف من جاره دكاتره معقده او رد بعيد عن ضهره. يعرف المرض طلعوا منها سهمين كده واكتبوا واحد وسته اللي هي ريكوجنيشن والافيلبل نوليدج. ريكوجنيشن ان تحس اصلا بالسيمتوم والافيلبل نوليدج ان هو عنده خلفيه عن السيمتوم ده. خضرته ليه السيرس او الزبيرت او الانتنس اي حاجة تكراره الفريق لا فريق وانس بطورة زيادة وقت فريق وانس وبرزيستنس مضمع حياته ديسرابت الديري اكتب مأثر عاتي اليومية ومستحمل النار البيشن تولرنس مفيش فلوس ليه فرض مال مفيش فلوسكش خلاص تاني مش تحمل اصلا او خايف من جار استجمة دكاتره معقده اندرستاندنج في الفيرتشوال بروفايد والوحده بعيد عن ضرب مفيش افيلابل هيلث كير سيرفيس ما ادري بتبدا السعيده بقى عليه مش عارف ركزوا في عناوين السؤال اللي هيلث بروفيشنال كلها كده هتبقى عارف السؤال بس ما قالتش اصلا بص على نفسك البيشن كومبلاينس او ادرنس روفير لابيلو ذا ادفايس اوف هيلث كير بروفيشنال. ايه ده المريض هيسمع كلامي ولا لا؟ هعرف منين المريض بيسمع كلامي او ما يسمعش؟ عامل كومبلاينس للتريتمنت بتاعتي او الادفايس بتاعتي؟ عامل فولو للادفايس بتاعتي او التريتمنت بتاعتي او لا؟ هعرف ازاي؟ من اربع حاجات. اول حاجه نبدا نعمل بريفنتيف هيلث يعني ايه بريفنتيف هيلث هيفر؟ كان بدخل ولا مش دخل؟ مش ده بريفنشن؟ مش ده كده بطل ريسك فاكتور؟ باول حاجه نعمل بريفنشن للهيلث هيفر، تقوم جنبها يبطل تدخين. ايه؟ يبطل تدخين. يبطل فاست فود. اي ريسك فاكتور يبطله. ثاني حاجه ان ياخد الميديكيشن از دايركت، ياخد الدواء زي ما يكتبوه. ثالث حاجه كيب الميديكال ابوينتمنت. بيجي في الاستشاره او في الاعاده او في الكشف. معايا ما نفوتش كشف. رابع حاجه ان نعمل سيلف كير اكشن. يعني سيلف كير اكشن نعمل هيلث بروموشن يبدا يحسن في الهيلث بقى. الفرق ما بينها وما بين البريفنتيف. البريفنتيف حاجه وحشه كان بيعملها بطلها. السيلف كير اكشن حاجه حلوه ما كانش بيعملها بدا يعملها. فاهمين؟ يبقى اول حاجه هعرف ازاي ان المريض بيسمع الكلام. بريفنتيف هيلث بيرد كان بيدخل بطل تدخل. كان بيشرب سجاير بطل يشرب سجاير، كان بياكل فاست فود بطل ياكل فاست فود. كتبت له الدواء بدا ياخده. تيكنج من الجيش قصدي دايركت بطل الدواء كده كله. قصدي ثلاث مرات بطل ثلاث مرات مش سبعه ولا مره. عادي ما تاخد الشوت كل مره واحده عشان تخف بدري يعني. اه والله العظيم. كنت اشوف حاجه. كيم الميديكال فهو لا انت بتفكر ايه؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ايه؟ انت مش تيجي اخر السنه بتطلب منها كل يومين؟ هو نفس الفكره. هو نفس ال يلا والله نفس الفكره. هو الجواب واحد. انا لما بقعد في المنهج قال لي المنهج هذاكر هو ده ما خدش من حاجه هيختلف يعني هو كل واحد ربنا بيعرفه هيعمل ايه. ما انتوا بتطلعوا من بره كان في المنهج كله اسطاره ما فيش اي حاجه يعني لما طب ما احنا بنذاكر من اول السنه برضه في المنهج يعني مثلا برضه السنه كده احنا بنروح واحد عادي استويات ابدا يلا بريفنت فيلز بدا ياخد الميديكيشن از دايركتلي بدا ياخد الميديكال او كيب الميديكال ابوينتمنت بدا يحصل هيل سيلف كير بروموشن خلاص بقول لك على رقم كده في نون ادرنس يعني انا ادرنس ما بسمعش كلام عيل الدكتور في 40 ل 75% من البيشنت 40 ل 75% من البيشنت ما بيسمعوش كلام ده واحنا منهم عادي تروح للدكتور يكتب لك دواء تمشي عليه اسبوعين هو ثلاث ايام وخفيت بطل الدواء روح دكتور ما شاف سجاير حاضر ما شافش سجاير وانت اصلا طفل السجاره قبل ما تخش العياده خلاص بقول لك الكلام ده انك تكتشف ان في 40 45% من الناس ما بيمشوا على كلام الدكاتره فبالتالي الميديكيشن اللي بتتكتب ما بتاثرش على الهيلث معظم الادويه اللي الدكاتره بتكتبوها ما بتاثرش على الهيلث ليه؟ بس في
المرضى ما خدهاش اصلا سواء ما جابهاش خالص يا اما جابها ما كملهاش فبالتالي almost half of all prescribed medication نص الدواء اللي بيصرف من الصيدليات مالوش اي هيلس امباكت مالوش اي تاثير على الهيلس ليه؟ الناس ما بتاخدوش ها؟ ان الدكاتره effective بس مع من 55 ل 60% من الناس ليه؟ عشان في فوق دول اللي بياخدوا تريتمنت على جانب واحد 45 منهم 45% منهم او 45 واحد منهم كتبت له الدواء ما خدوش 65 خد الدواء مين اللي هيخف؟ 65 يبقى انا بقول لك ان في من 40 ل 45% من الناس ما بتاخدش الدواء انت قلت حاجه؟ والله ما فهمتش ماشي الله يسامحك ها والله ما سمعت طيب مش بتاع لك كده يعني ممكن الدكتور اصلا الكادر ده غلط ايوه ده طبيعي اصلا دي حاجه ثانيه انا كده بس انت كده كده صح مش واضح ها ان معظم او 50% او الهاف اوف اول بريسكرايب ميديكيشن ملهاش تاثير على الهيلث ان الدكاتره بتبقى افكتيف بس مع كام من 55 ل 60% من البيشنت ماشي ان البيشنت بكام ال نتيجه ان انا ارقص ان البيشنت بيبقوا مرضى او بيحصل لهم كومبليكيشن لان هو ما بيسمعش الكلام ما بياخدش الدواء. بقول لك ان هم حسبوها لقوا في من 10 ل 25% من الحالات المحدوده في المستشفى لادمتت للهوسبيتال بسبب ان انا ارقص ان هم الدكاتره كتبوا لهم الدواء ما بيسمعوش الكلام. ماشي؟ كلام خرف عارف ازاي المريض بيسمع كلامي؟ اول حاجه بدا ياخد بريفنتيف هيلث كده هيدخل بطل دكاتره. هنا حاجة بياخد الميديكيشن اس لا كتبت له الدواء بياخد الموضوع. تاني حاجة كيف الميديكال ابوينتمنت عنده عدد الاسبوع الجاي بيجي العدد معاه. رابع حاجة بدا يعمل سيلف كير اكشن بدا يعمل بروموشن للناس بدا ياخد حاجة حلوة ما كانش بيعملها بدا يعملها. تمام؟ من 40 ل 45% من الناس ما بيسمعوش كلام الدكاترة. تفهم من ده ايه؟ ان معظم الدواء اللي بيتكتب او 50% او نص الدواء اللي بيتكتب ملوش لازمة ما بيأثرش على الهيلث. ان الدكاترة بتبقى افكتيف بس مع من 55 ل 60% من الناس اللي هم اصلا بيسمعوا الكلام ان معظم المرض او معظم المرضى بيبقى سبب ان انا ادرس ده في جمله ثانيه ان من 10 ل 25% من الناس المحجوزين في المستشفى بسبب مين؟ طيب ايه الحاجات اللي بتاثر في الادرس ده؟ ايه اللي يخلي واحد يسمع كلام دكتور ونفس الشخص ما يسمعش كلام دكتور ثاني؟ التعاون مع الدكتور عشان الدرس اللي جاي اسمه كوميونيكيشن سكيلز اول حاجه فلس اول حاجه اكتب جنبها انصحه انصح المريض يعني ان البيشنت بصوا جمله كبيره كده ملهاش لازمه البيشنت هاز تو اندرستاند وات ذي ار بين دي اسك تو دو يعني ايه يفهم لازم البيشنت يبقى فاهم هو مطلوب منه ما بقاش قاعد اتكلم العيان بلغه هو مش فاهمها هو مطلوب عن حاجات هو مش عارف يعمل ايه فقعدت معاك ربع ساعه وطلع من العياده طب انا هعمل ايه والدكتور قال لي مش فاهم فيبقى البيشنت اندرستاند وات ذي ار بي باسك الدكتور جنبها يبقى المريض فاهم هيعمل ايه ما انصحه ليه المفروض تبقى فين انصحه ليه كده فين انا بنصحه ما هي ايه بنصحه ها والنصيحه اللي مديها له يكون فاهمها هيعمل ايه الدكتور جنبها يبقى فاهم المريض هيعمل ايه اول حاجه اول علاج الفلس قاعد مع عيان بص يا حاج انت مش هتدخن مش هتشرب سجاير مش هتاكل مخللات مش هتاكل حوادث مش هتاكل بلاش قعدت عديته كام حاجه هو يطلع فاهم فاكر كام حاجه منهم فلازم كل شويه يا حاج انت فاكر انا قلت لك ايه طب انت هتاخد ايه طب ده تاخد كام مره لازم افكره دايما ريمبر واتس جود ممكن حاجات لا قالها له مش هتكتب في ورقه لا لا نصايح ثانيه هيبقى تقول دكتور علاج طبيعي وهتعمل مش هتكتب له الكلام ده على شفت مش ممنوعات يعني فلازم يبقى فاكر ريمبر وات دو يبقى اول حاجه يبقى فاهم هنعمل ايه وفاكر هنعمل ايه وبعدين فاكر ويطلع راضي اللي هو ايه لما حد يجي يسالك حاجه اول حاجه يفهمها يفهم هو هيعمل ايه يفهم اللي مطلوب منه وبعدين معاه الكومنت طبعا وبعدين يحفظها ده امر الكوميونتي نفسه الحفظ ده يحفظ وهيعمل ايه وبعدين يبقى ساتسفايد بالدكتور طلع مرجع رد على الدكتور فبالتالي هيسمع طب فورا ربنا هو فورا الانسان اللي معاه الفضله دي بكره